من ضواحي موسكو ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الجواد الرشد. أهلا بك معنا عبد الجواد، لك أن تضعنا في تفاصيل ما يجري. تفضل، أسباب الانفجار والإحصائية الأخيرة لعدد الضحايا. مرحبا تهاني، في البداية اسمحي لي بأن أشير لما يحدث هنا حتى هذه اللحظة. كما نلاحظ في الصورة ما زالت المنطقة مغلقة وسيارات الإسعاف والإطفاء ووزارة الطوارئ الروسية ما زالت تحضر إلى هذا المكان بين الفينة والأخرى. طبعا هذه السيارات عددها يصل إلى العشرات حتى هذه اللحظة، تم التأكيد رسميا عن أن أعداد الإصابات وصلت إلى 38 شخصا. ملاحظ طبعا أن سيارات الإسعاف تعمل بشكل سريع. هذه هي مجموعة طبعا أيضا من رجال الإطفاء تدخل الآن المكان، بالرغم من ملاحظة عدم وجود دخان يتصاعد من المنطقة، لكن حتى الآن ما زالت كافة المناطق المجاورة لحدوث هذا الانفجار هي مغلقة بالكامل. لابد من لفت الانتباه بأن المناطق المجاورة تهاني التي وقع فيها الانفجار معظمها تحطمت فيها الواجهات الزجاجية، تضررت بعض الأسقف لهذه المباني. رسميا حتى هذه اللحظة لم يثبت ولم يؤكد ولم يدور الحديث بشكل مباشر حول السبب الرئيسي في حدوث هذا الانفجار. البعض يتحدث، بعض الروايات تقول بأن هذا السبب هو تواجد بعض المفرقعات النارية في مستودع الذي تستأجره شركة خاصة ويعني تستغل من هذا المكان ومن هذا المقر نقطة لها لتخزين هذه البضائع. ولكن حتى الآن ما يخص قضية المسيرات إن كانت من الداخل الروسي أو من الأراضي الأوكرانية لم يؤكد هذا الشيء، بالرغم من أن هذه المنطقة سيرغيف باساد يعني هي إحدى مدن الطوق الذهبي الروسي الأقرب إلى العاصمة الروسية موسكو، وهي بالاتجاه الشمالي الذي يتصل ويمتد نحو الأراضي الأوكرانية. نلاحظ طبعا حتى هذه اللحظة بأن الكثير من المواطنين يتجمعون، هناك تواجد كبير لوسائل الإعلام في هذه المنطقة. هذه هي البوابة الرئيسية لهذا المصنع، الإغلاق كلي ومحتوم على الجميع للوصول إلى الداخل، وننتظر طبعا وصول المعلومات الرسمية. كانت مروحية قد هبطت، لم نكن نستطيع التأكد من إن كانت مروحية للإسعاف المصابين أو مروحية قد تكون قد أقلت عمدة ضواحي مدينة موسكو فارافيوف إلى هذه المنطقة للوقوف على تفاصيل الحادث. تهاني، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من ضواحي موسكو، مراسل الحدث عبد الجواد الرشد. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.